حصاد العناب بيبدأ من موسم اللي هو 15/8 ل 15/9 شهر تقريبا. كمية الانتاج للسنة كويسة بالنسبة للعام الماضي يعني، بس عن طريق طبعا رش الهرمون انه يعقد الشجر، النوار تبعه بيعقد عن طريق الهرمون، صعب انه من دون هرمون يعقد بالكمية هذه. تقريبا 70% السنة احسن من العام الماضي. السبب زيادة الهرمون والجو المعتدل كان السنة للشجرة نفسها، هذا بده حار. المناخ اللي بحتاجه له جو معتدل، ولا هو حار ولا هو برد يعني تمام. الأسباب التيار الهوائي له تأثير في النوار أيام العقد تمام، يعني هذا بيعقد معانا عن طريق الهرمون رش. الآن كانت ماضي الزمن الماضي يعني قليل اللي هي نادرة، اليوم صارت متوسطة زادت يعني زي ما انت شايفها، بيجوا كل شهر واحد بيجوا ناس صحاب اشي بياخدوا خصل منها بزرعوا، زادت الكمية يعني بغزة. هذا بلدي الحبة الصغيرة اللي هو أحلى من الإسرائيلي الحبة الكبيرة، الحبة الكبيرة يعني فيها حلوة بس خفيفة مش زي هذا مش زي البلد، طعمه تقريبا مثل شجرة الطمور الحب الطمور يعني معروفة في قطاع غزة. الأسعار اللي هو البلدي طبعا أغلى من الإسرائيلي، البلدي بتروح 25 ل 20 الكيلو، الإسرائيلي ب 10 ب 12 شيكل الكيلو، هذا عليه إقبال أكثر البلد. فوائد العناب له فوائد كثيرة يعني، الدليل على هيك إنه الناس فيها طلب زيادة كبير عليه مش طبيعي يعني، شو بدي اقول لك يعني لو دلوم عندي مستعد تنزل على السوق وتروح يعني تنباع.